قبل ما نبدأ معاكم الفقرة التانية، معانا تليفون مهم جدا من السويد، من أو مع الكابتن فراس الشيخلي المدرب العام لنادي نوركوبينج السويدي. طبعا نادي كبير جدا في السويد ومشارك في الدوري وبيحصل دايما على البطولات. والكابتن فراس كان مساعد لياني أندرسون المدير الفني الحالي للمنتخب السويدي. كابتن فراس برحب بحضرتك. أهلا بك كابتن عمر، تحياتي لك وضيوفك الكرام. تحياتي لحضرتك طبعا وبرحب بيك على قناة الأهلي. أكيد في البداية حابب أسأل حضرتك عن رأيك في بطولة كأس العالم بشكل عام. قبل ما أتكلم عن كأس العالم، أنا طبعا سعيد جدا ويعني شرف لي أن أكون على قناة نادي واحد من أكبر أندية الوطن العربي. نشكرك كثير، وواحد يعني يعتز بهذا الاسم نادي الأهلي. بالنسبه لكاس العالم، كاس العالم اليوم قدمت لنا يعني هاي البطوله قدمت لنا نموذج جديد لكره القدم، كره القدم المكشوفه قبل ما تلعبها، وكره القدم اللي الان انت تدخل للمباراه والمدرب اللاعبين عارفين كل شيء عن فريق المنافس، وبالتالي اليوم نشوف مباريات كره القدم من الصعوبة أن تجد أمور مخفية، وهاي كرة القدم اليوم يعني اللي نشوف في كأس العالم هذه. تمام كابتن فراس، يعني حضرتك اشتغلت مع ياني أندرسون في فترات سابقة، عايز أعرف رأي حضرتك في إدارته لمنتخب السويد خلال مبارياته في كأس العالم. نجح في الصعود كأول مجموعة، لكن عنده مباراة مهمة أمام منتخب سويسرا، عايز أعرف رأي حضرتك في مشوار منتخب السويد في مرحلة المجموعات وفرص منتخب السويد أمام منتخب سويسرا. نعم، منتخب السويد بدأ بالتصفيات قبل كأس العالم بداية قوية جدا، أخرج فريقين من الفرق العالمية، يعني فريق هولندا بالمجموعة أخرجه، وبعدين بالتأهيل المباراة الفاصلة على النهائي على الصعود لكأس العالم أخرج إيطاليا، وفي نفس الوقت في دوري المجموعات هو فاز على فرنسا. والآن في دوري في كأس العالم يقدم مستوى جيد، وإن شاء الله هذا المستوى يتصاعد. ياني أندرسون أنا اشتغلت معاه 3 سنوات، ياني أندرسون مدير فني بمعنى الكلمة، يعني اليوم المدير الفني هو ليس فقط مدرب، المدرب هذا أصبحت مسألة يعني مختزلة، المدير الفني هو مدير للمجموع بالإدارة طبعاً، بالتخطيط، بالتنظيم، بالرؤية، بالاستراتيجية. وياني أندرسون خلال الفترة اللي احنا معاه كان نموذج للشخص اللي حتى تقدر تقول عليه بزنس مان، رجل يعني عقلية كبيرة جدا. يعني كابتن فراس عايز اسال حضرتك على عدم وجود زلاتان ابراهيموفيتش مع منتخب السويد، وعجبني تصريح ياني اندرسون يعني بعد الصعود لكاس العالم وبيسالوه عن امكانيه ضم ابراهيموفيتش، قال قولا واحدا مش هيكون معانا، احنا صعدنا بالمجموعه والمجموعه نفسها هي اللي هتكمل. هل حضرتك شايف ان عدم وجود زلاتان خفف الضغط شويه على لاعيبه منتخب السويد؟ طبعا الفريق كان في السابق يعني الاضواء والاعلام والناس كلها تنتظر النتيجه او الفوز من اقدام او من تحركات او من شغل زلاتان. اليوم الفريق يشتغل بمجموع اللاعبين بتحركات كان من نص اللاعبين، لذلك كان قرار المدرب قرار رائع جدا وقرار استراتيجي، وهذا يدل على انه الرجل رجل قيادي بمعنى الكلمه، يعني عنده امكانيه عاليه. يعني كابتن فراس برضو عايز اسال حضرتك، هل زلاتان ابراهيموفيتش ووجوده في الدوري الامريكي وعدم وجوده في احدى الدوريات القويه هو ده سبب ان ياني اندرسون ما ضمش زلاتان، ولا زلاتان عشان اعلن من قبل ان هو اعتزل دوليا وبعد كده رجع في كلامه قال ممكن اكون مع المنتخب؟ حضرتك شايف ايه السيناريو الاقرب اللي ممكن ياني اندرسون يكون لجأ ليه؟ لا، بغض النظر عن تواجد اللاعب زلاتان بالدوري الامريكي، لانه في بعض اللاعبين يعني يلعبون مع انديه يعني مو ما تعتبر كبيره، من ضمنهم المهاجم رقم 9 يلعب في نادي العين الاماراتي. مظبوط مظبوط. لذلك لكن زلاتان في الفتره اللي صارت، اولا هو اعلن اعتزاله، هذا واحد. ثانيا في الفتره اللي المنتخب تاهل الى كاس العالم هو كان في اصابه، واصابه يعني قعد فتره طويله عن اللعب وعن التمرين، لذلك هو يعني
الفريق حس انه المنتخب جاهز للمشاركه في كاس العالم بدون زلاتان، لذلك الرجل عنده يعني مخططات ورؤيه للامام ونفذها بغض النظر عن يعني ما كان في حساباته نهائيا زلاتان. هل بعد حضرتك ما شفت ان كاس العالم 2018 هو يعني كاس العالم الجهد والكفاح والعرق، ان اي منتخب بيتعب بيوصل، والدليل على كلامي ان منتخب السويد صعد اول مجموعته ومنتخب المانيا خرج، هل حضرتك شايف ان منتخب السويد بالاداء الجماعي والشغل اللي شغال بيه مستر ياني اندرسون، هل ممكن نشوف السويد في مكان بعيد عن دور 16، ولا منتخب سويسرا منتخب قوي يقدر ان هو يتفوق على المنتخب السويدي وبالتالي السويد تفشل في تكرار انجاز كاس العالم 94 على ما اتذكر؟ انا اعتقد السويد قادر على ان توصل يعني ابعد من المرحله القادمه، واعتقد اكو فرصه خاصه طريقه العمل للمنتخب السويدي، ويعني انا عم بطلع يعني على بعض التفاصيل خصوصا ما يتعلق بامور التحليل الفني وامور يعني الان مع الاستاذ اعتقد 4 أو 5 متخصصين في التحليل الفني بالاضافه الى الرجل المدرب الحراس، مدرب حراس المرمى كان ايضا يشتغل معانا في النادي، ايضا هذا الرجل عنده عقليه كره قدم عاليه، ولد شاب عمره يعني ما يتجاوز 30 سنه، لكن لذلك عنده قدره عاليه واستعان بابراهيم يعني اندرسون بالمنتخب، لذلك اعتقد منتخب السويد بما موجود حاليا اعتقد عنده فرصه كبيره ان يوصل الى ابعد من دور. يا كابتن فراس بكره ان شاء الله نكلمك ونبارك لك على صعود المنتخب السويدي او بعد بكره مباراه السويد وسويسرا ان شاء الله، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا في قناه الاهلي.